حيث نجحت إحدى مجموعات استطلاع الفرقة الثانية مشاة في اكتشاف أن قوة من العدو تقدر بحوالي من 70 إلى 100 دبابة متجمعة شرق كثيب العجرمية شمال شرق رأس كوبري الفرقة. وفي الساعة 12 ظهرا وعشر دقائق التقطت عناصر الترصد المصرية إشارة لاسلكية باللغة العبرية أرسلها العقيد نيتكا إلى قيادته تفيد باستعداده لبدء الهجوم بأقصى سرعة بعد 20 دقيقة في اتجاه الفردان. بلغت محتويات الإشارة إلى قائد الفرقة الثانية المشاة العميد حسن أبو سعدة، والذي اتخذ قراره على الفور بتعديل أوضاع قواته واحتياطاته المضادة للدبابات لمواجهة الهجوم المرتقب، والذي قدر أنه سيقع على منتصف الفرقة. فكانت الخطة الإسرائيلية كالآتي: هو هجوم مضاد ضد نقطة الاتصال بين لواءي النسق الأول للفرقة، باعتبار أن هذا الاتجاه هو أقرب الطرق للوصول لنقطة الفردان الحصينة هزايون، التي كانت لا تزال تقاوم حتى ذلك الوقت. كما أن نجاح الهجوم الإسرائيلي في هذا الاتجاه كان من المنتظر أن يؤدي إلى قطع رأس الكوبري الفرقة إلى جزئين، يسهل بعدها تدمير كل جزء منهما على حدة. ونظرا لضيق الوقت اتخذ العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية قرارا سريعا على مسؤوليته الشخصية لمواجهة الهجوم المضاد. فكان قرار قائد الفرقة الثانية هو جذب قوات العدو المدرعة إلى أرض قتل داخل رأس كوبري الفرقة، والسماح لها باختراق الموقع الدفاعي الأمامي، حيث أصدر أوامره للقوات في قلب الفرقة بالتراجع، مع إيهام العدو بأن الطريق مفتوح أمامه حتى شاطئ القناة. فالخطة المصرية مرسومة على أساس تدمير القوات المدرعة التي سوف تتوغل داخل رأس الكوبري عن طريق مواجهاتها بلواء النسق الثاني للفرقة اللواء المشاة الميكانيكي، ولواء الرابع والعشرين المدرع احتياط الفرقة، وكذا باحتياط الفرقة المضاد للدبابات مع المنورة بألوية النسق الأول المضادة للدبابات لاحتلال الخطوط الجانبية للمنطقة التي اختيرت وسط رأس كوبري الفرقة لتكون أرض القتل التي سيتم فيها سحق دبابات العدو. وفي نفس الوقت كان التخطيط موضوعا لحصار العدو في أرض القتل بإغلاق خط الرجعة عليه بواسطة الكتيبة اليمين التي سيتم اختراقها من لواء النسق الأول الذي على يسار الفرقة لمنع أي دبابة من الخروج من رأس الكوبري. المعركة. ففي الساعة 12:30 ظهرا قام اللواء الإسرائيلي المدرع بالهجوم المضاد، وركز هجومه كما كان متوقعا في المسافة بين نقطة الاتصال بين لواءي النسق الأول، وقد جرى الهجوم الإسرائيلي في نسقين متتابعين، وتقدمت كتيبة النسق الأول بسرعة عالية تصل إلى حوالي 40 كيلومترا في الساعة، وقامت الكتيبة اليمين من لواء اليسار التي وقع عليها ثقل الهجوم بتنفيذ مهمتها وقبول الاختراق في مواقعها الأمامية وجذب العدو في اتجاه أرض القتل في هدوء تام، ولم يطلق أحد طلقة واحدة. وبمجرد دخول الدبابات الإسرائيلية أرض القتل السابق إعدادها، وأصبحت القوات المتقدمة على بعد 3 كيلومترات فقط من شاطئ القناة، وبأوامر من قائد الفرقة الثانية مشاة انطلقت النيران من مدفع الدبابات اللواء الرابع والعشرين المدرع ومن جميع الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات ومن جميع الاتجاهات صوب دبابات العدو التي قامت بالاختراق. بعد أن فوجئ قائد مجموعة العدو بكثافة النيران المنصبة على دباباته ومركباته المدرعة، أمر بزيادة سرعة الهجوم للخروج من دائرة النيران، فلم تمكنه الدبابات المصرية الرابضة في حفرها أمامه من ذلك، ودمرت دباباته الأمامية وعندما حاول الانسحاب أطبق عليه احتياطي الأسلحة المضادة للدبابات من اللواء النسق الأول،
ولم تكن الأجناب أفضل موقفا، فالمقذوفات المصرية المضادة للدبابات تتصيدها أينما تحركت، كما اندفعت المشاة المصرية بأسلحتها الخفيفة المضادة للدبابات كالقنبلة اليدوية المضادة للدبابات طراز حسام والمقذوفات طراز RPG وصواريخ ساجر لتدمر ما تبقى من الدبابات الإسرائيلية، والتي كانت تندفع على غير هدى وسط محاولة الدبابات الإسرائيلية الخروج من المصيدة. وقام لواء النسق الأول اليسار الذي حدث فيه الاختراق بدفع كل أطقم اقتناص الدبابات المسلحة خلف القوات الإسرائيلية التي دخلت رأس الكوبري، مما أحال أرض القتل إلى نوع من الجحيم وخلال 13 دقيقة فقط. وخلال 13 دقيقة فقط تم تدمير معظم دبابات العدو بعدد 75 دبابة، وتم الاستيلاء على 8 دبابات إسرائيلية سليمة. وقبع قائد مجموعة القتال الإسرائيلية المقدم عساف ياجوري في حفرة بجوار مركبته المدمرة مع من تبقى من طاقمها جرحى ينتظر مصيره المحتوم، وتم أسره مع غيره ممن نجوا. وعندما انقشعت سحب الدخان التي كانت تغطي سماء المعركة، وجد قائد اللواء المدرع في الخلف مع مركز قيادته أنه لم يبق سليما من مجموع القوة التي بدأت الهجوم سوى 4 دبابات بما فيها دبابته. وكان لواء جابي يتقدم على يمين لواء نيتكا، ولكنه توقف بعد قليل بعد أن بدأت دباباته تحترق، وطلب بإلحاح من قائده مساعدة جوية عاجلة، ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها رغم طلبه عدة مرات. وإزاء الخسائر الجسيمة التي حاقت بلواءين نيتكا وجابي وتدمير معظم دبابات اللواءين، اضطر الجنرال أدان إلى التصديق على طلبهما بالانسحاب فورا من المعركة والعودة إلى اتجاه الشرق صوب الطريق العرضي رقم 3. وبمجرد انتهاء المعركة اتخذ قائد الفرقة الثانية قراره بتطوير الهجوم شرقا لتحقيق المهمة التالية للفرقة، فكانت خطة القائد البطل العميد حسن أبو سعدة تدل على ذكاء حاد وعزيمة لا تلين وثقة لا حدود لها في الله وفي جنوده أيضا. يقول لواء الجمصي في مذكراته: لقد شعرت بالارتياح عندما تبلغ لنا في مركز العمليات عن نجاح معركة الفرقة الثانية بقيادة حسن أبو سعدة. اتصلت به تليفونيا لتقديم التهنئة له على إنجاز فرقته، وتبادلنا حديثا قصيرا امتدح فيه التخطيط وامتدحت فيه التنفيذ. وقد أسعدني ما سمعته منه عن الروح المعنوية لقوة الفرقة وإصرارها على هزيمة العدو. وعنه يقول رئيس الراحل أنور السادات في كتابه البحث عن الذات: إن الذي قام بهذا العمل قائد من البراعم الجديدة اسمه حسن أبو سعدة. وعلى الصعيد الآخر يقول العقيد حييم أدان قائد لواء نيتكا 190 مدرع في الحرب: التقينا بقوة هائلة من الجيش المصري وقاتلنا كل دبابة قاتلت بشكل منفرد، كنا محاصرين بآلاف المصريين، قاتلنا وجرحنا، كان هناك جندي مصري شجاع أطلق وهو أمامي من RPG، كان على بعد أقدام قليلة وأطلق النار على البرج وأصابني. على الفور أعطيت الأوامر بالانسحاب ونفذنا الأمر بالعض على نواجذنا. أيضا من مذكرات عساف ياجوري أشهر أسير إسرائيلي يقول: أثناء فترة أسري كنت أقول لنفسي: ترى ماذا حدث لبقية زملائي؟ ترى هل وجدوا طريقهم إلى النجاة؟ وبعد عودتي من الأسر فوجئت، بل أذهلني حجم الخسائر التي وقعت في صفوفنا، ومع ذلك لم تعلن حتى الآن الأرقام الحقيقية لخسائرنا.
حائر أنا حيرتي بالغة، كيف حدث هذا لجيشنا الذي لا يقهر وصاحب اليد الطولة والتجربة العريضة؟ كيف وجدنا أنفسنا في هذا الموقف المخجل حين ضاعت سرعة حركة جيشنا وتأهبه الدائم؟ هنا الجيش المصري، هنا الأبطال، هنا مقبرة الغزاة.